مساء الخير لأهل بلدي الأعزاء. اضطررنا لعقد مقابلة طارئة مع تلفزيون البسمة على أثر الاجتماع اللي كان في بيت بركات في قضية الغرباء. بعد الاجتماع بيوم بدأت هناك تهديدات من قبل مجموعات معينة من مسلمين عتفيا اللي ما حبوش هذا الاجتماع، واللي ما بهمهنش عسفيا ولا بيغاروا على مصالح عسفيا ولا بهمهن انه يكون اجتماعات من هاي النوعية. فأنا كمواطن من هاي البلد ومحب لهاي البلد وانتمي لهاي البلد حضرت الاجتماع مثل ما حضروه هاي البلدي، وانا ابديت رأيي في عدة قضايا هناك ومنها في قضية المسجد بشكل عابر، ولم استغل المناسبة حتى اطرح قضية المسجد في هذا الاجتماع. يبدو انه هذا الموضوع لا يروق لكثير من الاخوان اللي بدين يعكروا العيشة وبدين يخربوا العلاقات بيننا وبين اهالي البلد، فبدأوا في التهديدات وبعث المنشورات السرية لناس بخصوني، وانا ذكرت هذا قبل وبعد. احنا قبل الاجتماع وصلنا منشورات غير معنونة، وبعد الاجتماع وصلنا كمان بعض التهديدات. هذا اضف على ذلك انه في الماضي بسبب ارائي قاموا بتحطيم البيت عندنا 3 مرات، اعتدوا على الاملاك والارزاق بسبب ارائي. فانا متفاجئ جدا انه في اجتماع من الشكل اللي انطرح فيه قضايا تهم كل مواطن في عسفيا بغض النظر عن انتمائه الطائفي، بغض النظر عن كيانه او في اي حارة ساكن، ابن عسفيا او ابن عسفيا، ما حدا عم بفرق بين الطوائف، احنا بنعيش مع بعضنا اخوان، حسن جوار، محبة، مشاركة، احنا ما عم نفرق بين مواطن ومواطن. واذا احنا بدنا نحافظ على ارضنا معناته لازم الكل يكون مبسوط ويكون فرحان ويدعمنا ويوقف معنا، مش لانه بدنا ندافع عن ارضنا صار في خطر على مجموعات ثانية. المجموعات هاي اللي مندسة بيناتنا آن الأوان إنه نكشفها ونكشف صفحاتها. فأنا بالنسبة للموضوع هذا أنا حكيت آرائي لأهالي بلدي، تطرقت في لمحات زي البصر في قضية المسجد، وأنا أقول الآن المسجد هو يشكل خطر وهو خطر علينا في البلد هاي، لأنه المسجد لم يعد مسجد، مسجد للمؤامرات للفساد والكذب ومنع المصلين من الصلاة في المسجد. 95% من مسلمين عسفيا المصلين لا يصلون في المسجد. لماذا لا يصلون في المسجد؟ لماذا؟ هذا مش عمر دروبي لحاله، عمر دروبي توجه إمام المسجد وقدم شكوى ضده في البوليس وضد إخوان ثانيين اللي هن غيورين واللي هن بدين التعايش السلمي والمحبة، قدم شكوى ضد عمر دروبي إمام المسجد هاني الكزني بأنه عمر دروبي عم بيجي يخرب في المسجد، عمر دروبي هيسيقي قبول بمقام بلحان، عمر دروبي إفريع بتفلا، عمر دروبي يعليب عبادة سيبور حتى يبعدنا عن المسجد. أنا ومحمود السوطات وراضي السوطات وعائلاتهم ورياض قاسم وكثيرين كثيرين كثيرين مشان يبعدنا عن المسجد، وهاي المستندات الوثائق موجودة عندنا. قاموا بإبعادنا عن المسجد، كل ما نروح لغاد بيجيب لنا بوليس وبتشكى علينا. وضع الكاميرات في المسجد، أقول لإمام المسجد ليش وضع الكاميرات في المسجد؟ وضعت الكاميرات خايف من مين؟ من مين؟ صرنا 100 سنة في عسفيا ما حدا اعتدى علينا، بس على دوركو الناس صارت تشير علينا هيك. المسجد آمن ولا حدا بيقرب عليه من أهالي عسفيا. أنتوا وضعتوا الكاميرات تتراقبوا الناس ولا تشوفوا إذا مرقت بركة مرقت حرمة وفرعت في الشارع؟ شو يعني انت مسموح لك تفتح التليفون تبعك وتطلع عليها؟ فقضيه المسجد تزاوجت كل الحدود. صرنا 15 سنه في هذا الخلاف. المسجد لم يعطى لفئه من فئات المسلمين، المسجد اعطى لكل المسلمين في عتفيا، وهناك لجنه متفق عليها، وانتم معارضون على هذه اللجنه لانها تمثل العقلاء والحكماء من مسلمين عسفيا، والمقبوله على الشرطه ومقبوله على اهل البلد وعلى المشايخ وعلى السياسيين وعلى كل من هناك، وهذه الاتفاقيات موجوده هنا، موجوده معانا، هذه الاتفاقيات،
هذا الاتفاق مع البوليس موجود هون. هي مين اللجنة وماضي عليها إمام المسجد ووجهاء من 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 الطائفة الإسلامية. أما يوصل فينا الوضع لهاي الدرجة يا إخوان أهل بلدي لم نعد نحتمل. والهدف هو عمر دروبي. لأنه ليش عمر دروبي؟ لأنه عمر دروبي له علاقة قوية مع أهل بلده، محب لبلده، غيور على بلده، يعرف كيف يكشف الأسرار ويكشف الخطر عن بلده. فأنا كنت 20 سنة ممثل عن بلدي، لا أقول عن الطائفة الإسلامية لأن أنا مثلت كل بلدي ومن ضمنها الطائفة الإسلامية، أنا والأخ حمد عوض. وهذا توقيع عضوين نائب رئيس وعضو مجلس محلي على أنه هناك لجنة منتخبة لإدارة شؤون المسجد. لماذا يبعدون العقلاء والحكماء عن المسجد؟ لا يستطيعوا، لم يستطيعوا غسل عقولنا. هم يحاولون غسل عقول الناس. فكيف أنه عمر دروبي خلاف معكم 15-18 سنة؟ شو صار اليوم تنو كل المسلمين 95% تركوا المسجد؟ هذا عار وعيب انه يتطلع مسنين 70 و80 سنة امثال الحاج ابو عمر وامثال ابو رضوان وامثال ابو اسعد وامثال العم ابو حسين وغيرهم 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 يطلعوا يصلوا بريت البلد. لمين بنينا المسجد احنا؟ لاهالي لمسلمين عسفياء ولا لمين؟ ولا استفرغتوا المسجد وبدكم تجيبوا على كيفكم شمال يمين؟ لا، لم نسمح لكم، لا ولا باي حال من الاحوال. بالإضافة إلى ذلك اليوم ورد على البسمة بيان من الأخ فواز كزبي، وأنا وصلتني نسخة من هذا البيان وهو موجود. وأقول للأخ كزبي فواز كزبي أبو أحمد إنه إشي موثق، لن تستطيع إخفاء هذا الموضوع. أنت اعتديت علي وكتبت لغة بذيئة وغير مقبولة، وأنا أربط تعليقك في هذا البيان، في هذا البيان اللي وصل لبعض الناس من مسلمين عتفيا ومن ضمن إخوان اثنين إلي، أنا بربط هذا في هذا يا أخ فواز. وأنا بخجل من هذا الكلام اللي انت كاتبه. عمر دروبي لم يبيع ضميره، اللي باع ضميره أنت وأمثالك. عمر دروبي لم يبيع أرضه ولا باع أرضه. أنت يا فواز تجرؤ على هذا الكلام وتقول لعمر دروبي؟ اللي بعرضه أنت، واللي إجى على عسفيا من برا أنت مش عمر دروبي. عمر دروبي مواليد عسفيا، عمر دروبي محب لعسفيا. بأي حق أنت تكتب هذا الكلام؟ هل أنت طاهر؟ أنت تقول اللي بتوت على مسجد يكون طاهر، أنت طاهر؟ أنت تعترف أنك لا تصلي؟ أنتم تتهمون المسلمين المحترمين الطيبين اللي قاموا على بناء المسجد اللي بدي يروح يصلي وقدوا شعائر دينية، تقولوا لهم طارة أنتم مش طاهرين، طارة أنتم بتخربوا، طارة أنتم مش مقبولين. بأي حق يا أخ فواز؟ بأي حق أنت تكتب هذا البيان وتنزله على التلفزيون البسمة؟ بأي حق؟ هذا بيان تحريضي. وأنا أقول لك كل شيء بيصير على عمر دروبي ومن حول عمر دروبي أنت المسؤول المباشر. هذا بيانك يستحب ليس أن يكتبه، لأنه ما فيش بيني وبينك أنا ولا إشي. على إيش احتريت؟ أنا أسألك يا فواز الكزدي، على إيش احتريت أنت وعايد كعبية؟ عايد كعبية على إيش احتار؟ عايد كعبية حبك مؤامرة قبل الانتخابات وعمل اتفاقية بدون علم المسلمين ولا عمل أهل عز ولا علم أهل عز. هذا هو الإسكام على أساس تحويل الأرض للرابطة الإسلامية. من أنت يا عايد الكعبية أنك تحاول أنك حول أرض ثلاثة دلومي 2 دولار 650 متر لصالح الرابطة الإسلامية اللي إحنا منعرفهاش؟ أعضاء مش معروفين إلنا، مرفوضة وغير مقبولة على المسلمين ولا تمثل المسلمين. لماذا؟ لماذا قمت بالتوقيع أنت يا عايد كعبية؟ أنت في هذا الاتفاق على أنه قبل الانتخابات عملت صفقة سياسية، أنت أخذت سكيم ورحت قبل الانتخابات وماضي عليه حضرتك، انت بتوقع الرابطة الإسلامية، انت بتعرف انه انت عم تعمل نيجود انترس؟ انت من ناحية واحدة بتمثل الرابطة الإسلامية، من ناحية ثانية عضو مجلس محلي، من ناحية ثالثة بتقنع أعضاء المجلس يتمخوا في هذا القرار تحويل الأرض 2650 متر للرابطة الإسلامية. بأي حق؟ بأي حق أسألك؟ انت لما بنينا المسجد قد كان عمرك 10 سنين ولا 9 سنين؟ لن نسمح لك، لا انت ولا غيرك. وأنا من هنا أتوجه لأهل بلدي، رئيس المجلس وأعضاء المجلس ووجهاء عسفيا،
وأطلب منهم بعدم بالعدم الاستجابة إلى طلب الرابطة الإسلامية. الرابطة الإسلامية لا تمثلنا ولا إلى علاقة مع مسلمين عزفيا، هي تمثل نفسها ولا يهمنا أمرها. المسجد يجب أن يتحرر من هؤلاء المجموعة التي منعتنا من الصلاة هناك. فأنا أستغرب كل الاستغراب، يعني أنا اليوم مهدد لأني وقفت مع أهل بلدي، لأني أحافظ على كياننا في عسفيا، أحافظ على أرضك يا فواز الكزلي. عمر دروبي غيور عليك أنه يكون لك أرضه لابنك ولابنك ولغيرك وغيراته. اليوم أنت بتيجي بتقول أنه عمر دروبي بايع ضميره، وعمر دروبي بايع عرضه، وعمر دروبي بهموش. هذا عمل عيب يا أخ فواز، هذا عمل ما بيقرب القلوب، هذا عمل بيبعد القلوب. شمعنا أنت ورعاية كعبية بس اللي نزلوا في مناشير؟ سمعنا شو احنا؟ هل انتم محتكر عليكم المسجد او مسلمين عسفي؟ انتم يعني ممثلين تبعهم؟ تنعرف تنعرف تنفهم هناك في بلد وفي مجلس محلي، ونحن متفقين تماما. كل امورنا يجب ان تتم بالتفاهم والاتفاق والمحبه، ونحافظ على العلاقات وحسن الجوار. لا اريد ان اطيل عليكم. اهالي بلدي، اذا انا كنت مهدد فانتم مهددون. إلى هذا البيان توجه لعمر دروبي، وهو بيان خطير جدا لينشر على البسمة. هذا البيان اللي يستحب ليس أن يكتبه. أنا أسألك يا فواز الكزلي، من وراء هذا البيان؟ من وراء هذا البيان؟ من؟ قل لي أنت والأخ عايد، بدكم تحبتوا فتنة في عسفيا؟ بدكم تقولوا الدروس اللي كتبوا البيان هذا؟ أنتم تقولوا أنه حضرة اللاجئين الأفاضل ارحلوا من بيوتكم، أنتم اعتديتم علينا وعلى أعراضنا وعلى أراضينا. هل واحد يكتب يا فواز أنت وعايد كعبية وأمثالكم، هل حدا من عسفي بيكتب هذا الكلام؟ صرنا 100 سنة في عسفي يا أخ فواز، ما حدا اعتدى علينا ولا حدا قرب علينا. كل عسفي يا أهلنا، كل عسفي تحبنا ونحبها، وكذلك العور أنت تعيش في عسفي يا فواز بأمان، لا أحد يعتدي عليك. ألم تخجل أن تكتب هذه الكلمة بحق عمر دروبي اللي قام على عمل كبير في بناء المسجد، في قطع الأراضي، في أمور كثيرة تخص عسفيا وتخصنا بالذات. اليوم عندنا مقبرة تخدمنا 4 دولمات، عندنا مسجد 4 طوابق، نحن نمنع من الاجتماع في قاعة الشعب اللي قمناها في المسجد وساعدنا بها المجلس المحلي واهل عتفيا. باي حق المفاتيح تعطى للوزاوز في عتفيا وتمنع من الحكماء والعقلاء من مسلمين عتفيا؟ باي حق انا اسالكم. بالامس اجتمعنا في بيت بركات، واول امس اجتمعنا في بيت بركات، واول امس اجتمعنا في بيت بركات، واجتمعنا في بيت البلد، كل عتفيا بيوتنا ونستطيع ان نجتمع. باي حق تمنعوننا وعندنا مشاكل اجتماعية وعندنا مشاكل عديدة؟ بأي حق أنتم تمنعوننا من الاجتماع في قاعة المسجد الثاني الذي احنا قمنا على بنائها؟ أنا أول واحد ومن المسلمين الطيبين الحكماء والعقلاء قمنا لتخدمنا وتخدم عسفيا وتكون مضافة لأهل عسفيا ولكل الطوائف. أنتم تزرعون البغيضة والفتنة، وأنا أحذر من هذا العمل، وأنا أناشد أهل عسفيا وأول الرئيس المجلس وأعضاء المجلس المحلي، وضع حد لقضية المسجد في عسفيا. كفانا، لا يعقل الرابطة الإسلامية طوابت المصلى على اسمها جوش 17150110 قسيمة 110. بأي حق أسألك يا رابطة إسلامية تطوبون أرض على اسم الرابطة الإسلامية؟ وشو الأمر؟ قمت بتأجير المصلى. وأنا أقول لأخ نديم، اذهب غدا إلى المصلى وشوف مين ساكن هناك. ما شفتش ولا خلوة مأجرة، ولا بيت شعب مأجر، ولا كنيسة مأجرة، ولا محل مأجر. أنتم الوحيدون اللي بهمكم بس المصاري. إحنا بهمناش المصاري، إحنا بهمنا نعيش مع بعضنا، نظلنا حبايب، نحب بعضنا، نغرى بعضنا. واليوم أنتم قايمين بدكم تحاولوا أرض المسجد على اسم الرابطة الإسلامية، ليش؟ بأي حق؟ مين أعطاكوا هذا الحق؟ بأي حق؟
فلذلك الوضع الكل طفح، الكل طفح، وأنا سأقوم بتحضير اجتماع في بيت بركات بخصوص هذا الموضوع. لا يمكن أن يغمض لنا جفن بعد الآن، لا يمكن. هاي التهجمات وهاي الأعمال لا يمكن أن نرضى عليها. فلذلك أنا اليوم طلبت عقد يعني تصوير خاص ومقابلة طارئة مع الأخ نديم، مشكور كل الشكر، وتلفزيون البسمة له ألف تحية وتحية، لأنه تلفزيون صادق وأمين وينشر كل ما هنالك، حتى قضية فواز الكسبي نشرها عن طريق البسمة. يعني الأخ نديم فيش حدا بيقدر يحتكر تلفزيون البسمة، كل إنسان يقدر أن يبدي رأيه، ولكن لم أتوقع في زماني أن أشوف بيان صادر عن الأخ فواز كزني بهذه اللهجة القاسية والغير مقبولة والمرفوضة. فلذلك لا أريد أن أطيل عليكم يا إخواني، أنا أطلب من فواز الكزني حالا وسريعا الاعتذار على تلفزيون البسمة وعلى غير تلفزيون البسمة، وأنا أعطيك الوقت حتى غدا، إن لم تعتذر فأنا سأذهب وأقدم شكوى ضدك على التحضير وعلى هذا البيان الساقط. فلذلك أنا أطالبك بالاعتذار وفورا، معك لحد بكرة أن تقدم اعتذار، لأنك أنت عرضت عمر دروبي للخطر، وأنت عمالك بتهدد عمر دروبي، وكذلك الأخ عايد كعبية، كذلك الأمر عايد كعبية. لو مين ما حكم المسلمين عسيا مش مهم، أما عمر دروبي لأنه صادق ومخلص ووفي وصاحب دم ووجدان وضمير وغير على بلده، أنتم لا تريدون عمر، أنتم تريدون عمر. عمر بنزلش عن الساحة إلا لما ينزل على القبر. أنا سأبقى جندي في هاي البلد للحفاظ عليها وحفاظ على أهليها مع كل طوائفها. فأخي نديم شكرا لك، تحياتي لك وتلفزيون البسمة، أهالي بلدي، يعني مع الأسف هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير وأن يهدينا جميعا، وشكرا لكم وألف تحية.